الخليج وغنمشيو لفرنسا. مبقات المستمعة عائشة. أهلا وسهلا عائشة. صباح الخير. صباح النور والربح. شخبارك؟ لاباس الحمد لله تبارك الله عليكم. على اللقاء المفتوح. الله يبارك فيك لاله. مرحبا بك. حليمة هادي. هادي هنا العيدي معك. متشرفين اختي حليمة. دائما كتكون حليمة. نعم حليمة دائما كتستقبل المكالمات ديالكم الهاتفية. مشكورة. بغيت نقدم لكم ويسوب ان شاء الله بمناسبة عيد رمضان. الناس اللي ما كيشربوش الحليلة وداك الشيء. بغيت نقدم لكم واحد لصوب خفيفة واقتصادية. نعم يلا نوجدوا من دابا وحنايا كنوجدوا لسيدي رمضان ان شاء الله. بنتي الله يفرحكم كاملين المغرب كامل. دابا راه دابا الناس قايدين في الخارج في الشباكيه وفي المخرقه ويلا نقيو الجنجلان. يلا يلا كديروا شي كتجيو تلقاو واجد في المغرب. كيديروا كاين كلشي كتجيو تلقاو واجد في المغرب. زوينه بحال البلاد. الحمد لله الحمد لله. انا فيا السكر داك الشيء داك الحلاوه ما كنطرفها. نقول لك نصوب سهله في مهله زعما تقريبا اقتصاديه. نعم. نص كيلو قرعه حمراء. نص كيلو خيزو. وجبانيه مويان زعما ديال العدس الاحمر. ثلاثه البطاطات. كتسمعني اختي؟ كنسمعك هي. ثلاثه البطاطات. فلفله حمراء فلفله خضراء. بصله. صافي البصله والفلفله الحمراء والخضراء تقطعيهم وديرهم مع سوا زيت البلديه سوا زيت البائده. تشحروا. مليحه وبزيره صافي. سيتو بغيت تشحروا مليح ابري تجي دي تروي. ترمي كلشي هذاك الشيء مقطع من صغير كلشي ترمي في مع الماء يطيب بحال الصوب. العدس هو معاهم الحمر الاحمر ماشي العدس العادي الاخر. ان شاء الله يطحنوا ويدير الصوب. بغا اللي بغا يدير فيها الفرماج يدير اللي ما بغاش سكسي اختياري. وتقدميه الصب خفيفه ظريفه غادي تعجب تم الدوق ديالها غادي يعجب كاع العيالات. لان هنا ماشي ضروري نقطعوا تقطع يعني يكون مقاد لان غنطحنوها. غادي يطحن داك الشيء ديالها. يطحن معليش. لا ماشي يطحن ديريكت. وبغا يديروا شويه ديال في الاخر الا بغاو يديروا شويه تاع القزبر كارم يديروا اباغ مع زيت العود يبقى تحت في الخطاب ويدردروا من الفوق ملي بغاو يشربوا. هذه بلا ملحه كنديروا شويه الملحه. لا الملح والبزر ولا بدا في الاول مع التشحري الفلفله والبصله. اذا عندنا نص كيلو ديال القرعه حمراء. وا نص كيلو ديال الجزر. وا واحد الحفنه ديال العدس الاحمر. ايه ثلاثه الحبات ديال البطاطا. نعم وين عندنا فلفله واحده حمراء وفلفله واحده خضراء بصله وبصله. غادي ناخذوا في البدايه الفلفله الحمراء والخضراء مع البصله مقطعين غنشحروهم في شويه ديال زيت الزيتون مع الملحه ومع الابزار. بالتالي بالتالي غادي نزيدوا الماء ونزيدوا عليها القرعه والجزر والعدس نخليهم تيطيبوا ونطحنوهم في النهايه ديال هاد لا سوب هادي. واللي بغا يدير فيها شويه زعتر في لافا اللي بغا يدير شويه قزبر كارم تجي زوينه. نطحون غزالو زيت العود على فا صافي تحطو اطابل. ايوا نزيدوا نكملوا المائده ديال رمضان. نصاوبوا المخيمرات اللي بغيتي. بغيتي لينا بغيتي المخيمرات. صاوبوا المخيمرات. ندير المخيمرات مع اللي قلتي لي الصباح عجبوك. تدير حنا نقولوا بالشلحه بالبطبوط. البطبوط حتى بالعربيه كنقولوا البطبوط. فوالا هذاك ديريهم على اكبر من الكفت ولا اقل. صغيورين. اللي بغاو. عندك شي استوس ديال البطبوط باش يجينا منفوخ ويجينا ما ندقش؟ انا كندير غير خميره ديال عاديه ديال البلاد بحال هكا. خميره المعجونه. معجونه وا. واخا قبل ما نكملو نطلب منك تنقصي من الراديو او لا تطفيه لان كيرجع لنا صدى الصوت على عائشه. داكور. اذا البطبوط او الله يحفظك البطبوط او الخمر. كدايرين فيك تبارك الله عليهم ما شاء الله كلشي كيديروا. ملي طيبين تشليهم على دو يا سوا كبيره يا سوا مويه صغيره. صغيره علاش؟ باسكو كاين اللي كياكل اللي بدا الكبيره ما يكملهاش. ما يكملهاش. ديرهم عاديه صغار باش تكل تكل ديريكت. بصله وتكون يديش الشاوية الكتلة الحلوة وحمراء تشوها وتقطعو وتنقى وتقطعو تحطي مطاخ. شنو هما الفلفلة؟ فلفلة حمراء وخضراء. مشويين. وربع كبيرة ديال الكروفيت. وي. عندنا بصلة. عندنا فلفلة مشوية. وربعة ديال الكروفيت. الكروفيت شوية ماشي يكونوا صغار كبار. هو تصاصو كتجي فيهم واحد الدوق غزال. ملي تشحري البصلة تقطع ديك الفلفلة اللي شوات ديرها في المقلة مع شوية تاع الزيت البلدية. وترمي عليهم شويه ديال الكروفيت يتمشاو كانوا الكروفيت تسويت كيطيبوا. تحرهم مليح ديرهم اباغ. ملي تحلو هذوك البطبوطات تدير في زيت العود زيت البلديه دير شويه ديال الحشوه هذيك الاولى تحط على الكروفيت تحط شويه من فوق الفرماج غاطي
دخلهم الفران ميم با دي مينوت وتخرجهم. هاد البطبوط هذا غنقسمو على جوج، غنقسمو على جوج يجي بحال البيتزا. فوالا بيتزا هما بيتزا مي بالبطبوط ماشي بالعجينه ديال ديال يعني ماذا ماشي البطبوط معمر غنشدو لك البطبوط خليه من الفران غادي ملي ترمي عليه ما تدير عليه من الكروير ثم جاتي كيتنفخو كيجيو غزال. نعم اذا عندنا البطبوط صغيور غنصوبوه على شكل بيتزات كنطيبوه وكنقسموه على جوج، كناخذوا الحشوه فيها البصله فلفله حمراء وخضراء مشويين وتقريبا واحد ربعه الكروفيت. البدايه كنديروا داك الفلفله اللي شوينا ونقيناها وقطعناها مع شويه ديال البصله في المقله مع زيت الزيتون وكنضيفوا عليها الكروفيت الملحه والابزار دائما يا كعائشه. زيتهم ملفه من الفوق قبل ما دير الفرماج ترش بشويه زيت العود كيجي واحد الكو زوين. ودينا فيها طاب مع داك لاصوب زوينه ثاني دينام لا ميم شوز دينام غدير بحال الحشوه غير تجيب الورقه ديال البصيله صغيره وتديرهم دينام نفس الحشوه هي هذه اللي عطيتينا الحشوه الا بغات تدخلهم الفران دخلهم بغات تخليهم في المقله تخليهم. نعم نعم تبارك الله عليك عائشه شكرا جزيلا تحيه مره اخرى.